إذن مشاهدينا لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من ألمانيا السيد حسين حمادة رئيس المركز السوري للدراسات الحقوقية، ومعنا من الدوحة عبر الأقمار الصناعية مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان السيد فضل عبد الغني. أرحب بكما ضيفي سوريا اليوم، وأبدأ معك سيد عبد الغني. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تتواصل إذن الآن، وهو ليس التواصل الأول، مع الآلية الدولية، لكنها سلمتم بالأحرى بيانات للآلية هذه المرة. ما هي أهمية هذا التواصل وأهمية هذه البيانات؟ طبعا هذا أول شيء بدعم مسار المحاسبة بسوريا، لأنه الآلية هي أنشئت بغرض أنه أول شيء أنه هي تجمع البيانات وتحللها، وبهدف ثاني أنه تحضر الملفات وتعدها. يعني هي مثل أشبه بإدعاء عام، ليست إدعاء عام لكن هي أشبه بإدعاء عام. ليش؟ لأنه تحليل البيانات هذا بياخذ وقت طويل ضمن النزاع والحراك السوري واللي صار والجرائم، هذا بيؤدي أنه هي تحضر أبرز الانتهاكات اللي صارت وأنماطها، وتحدد المسؤولين المشتبه بهم أيضا. هلأ هذا بيصب وين؟ بأنه في حاليا ولايات قضائية لدول، وهي الآلية قالت أنه هي راح تستخدم هاي المواد لحتى تقدمها لمحاكم دولية ذات اختصاص، لأنه المحكمة الجنائية طريقة مسكر، ولكن في محاكم أوروبية، وهي أيضا مثل ما يعني اجتمعت أنا عدة مرات مع رئيس الآلية ومع محققين، هن على تواصل مع المدعين العامين في أوروبا اللي هن عم يقوموا ب يعني رفع دعاوى وبإصدار مذكرات، لأنه هن عندهم ولاية جنائية كاملة ما عندها هالآلية، بس الآلية عندها كم هائل إذن من يعني الآلية سيد عبد الغني يعني الآلية من ضمن مهام، إن كنت تسمعوني، من ضمن مهام الآلية إذن هي أن تقوم بتحديد المتورطين. نعم كما فهمت منك. نعم تفضل. نعم هي بالتأكيد تقوم بإعداد الملفات وتحضيرها، لكن هي ما بتصدر أحكام. هون بيوقف دورها، لكن إذا هي عطت كل هاي المواد اللي حللتها وكل هاي المعلومات والملفات اللي بنتها، عطتها لمدعي العام الألماني أو الفرنسي أو السويدي أو بالنمسا أو الإسباني أو البلجيكي، وهي كل الدول اللي ذكرتها عندها ولايات قضائية عالمية، هي عم توفر عليهم يعني 80% من الطريق. وحتى إذا صارت بكرة بعدين محكمة خاصة لسوريا، هذا هو هدف الآلية. بتختصر الوقت الكبير اللي هو بده يستغرقه المدعي العام الجديد بجمع بيانات وتحليلها. يعني هي قطعت مراحل كثيرة ووصلته وسلمته هاي المواد. نحن كمؤسسة وطنية محلية، طيب، وكمان نحن عم نسجل الانتهاكات قبل ما تنشأ الآلية، هي أنشئت ب 21 يعني، لكن سيد عبد الغني أريد استيضاح نقطة من 2011. نعم يعني أنت توصف الآن عمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الآلية أيضا من ضمن عملها أنها تصل للاستنتاجات وتصل لتحديد المتورطين كما تحدثت، لكن تبعا لمعاييرها هي، فإلى أي مدى يمكن أن تختلف معايير الشبكة السورية كشبكة محلية، ويعني تعمل أيضا عبر ناس موجودين على الأرض من أجل هذا التوثيق، إلى أي مدى تتشابه معاييركم مع المعايير التي تستخدمها الآلية والتي عبرها من الممكن بالفعل أن يتم رفع القضايا في المحاكم لاحقا؟ طبعا دور المنظمات الوطنية الحقوقية المحلية هو دور أساسي ومحوري، وهي تملك الكم الأكبر من البيانات. الآلية يعني هي بدها تحلل هاي البيانات، وبعدين بتقوم بعمليات تحقيق بناء على البيانات اللي بتجمعها. يعني إذا تجمعت بيانات بموضوع معين، فهي بتنتقي هذا الموضوع لحتى هي تقول إنه أنا صار عندي ملف أو قضية معينة واستطاعت الوصول إلى درجة معينة بها القضية، مثلا ملف التعذيب فرضا بسوريا أو فرع أمن معين. لكن هي بالأول بدها تجمع كل البيانات حتى هي فيها أنه تكون مثل بنك مركزي للمعلومات وللبيانات اللي توثق انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا. لهيك مشاركة البيانات مع الآلية هو أمر محوري، لأنه نحن متواجدين
قبل ما أنشئت الآلية، ولدينا كم كبير من المعلومات عم نسجل نحن على نحو يومي، ولهيك نحن وقت قمنا بمشاركة الدفعة الأولى من البيانات زودنا بعشرات آلاف الصفحات والحوادث التي حصلت في سوريا، وهناك أيضا دفعات لاحقة بعدين، والآلية عم تجمع أيضا من منظمات دولية مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومثل الآلية التحقيق المشتركة تبع أيضا بالأسلحة الكيميائية ومن لجنة التحقيق الدولية، إذن هي تتعاون مع جهات عدة بنك مركزي بعدين بتحدد. سيد حمادة، الجارديان اليوم تتحدث عما اسمته أطنان من الوثائق والأدلة التي يمكن عن طريقها إدانة النظام أو شخصيات في هذا النظام داخل أوروبا، لكن هل الدول والقضاء الأوروبي هو بالفعل اليوم مهتم لكي ينظر في هذه الأدلة؟ مساء الخير إليك ولعطيتك المحترم وتهدي الكرام. يعني بالواقع قبل أن نتحدث عن مدى اهتمام القضاء الأوروبي بهكذا مسألة، أريد أن أنوه بعجالي، لأن الآلية الدولية هي بالواقع مكرسة عبر القوانين الدولية، سواء ميثاق حقوق ميثاق الأمم المتحدة أو نظام روما الذي أنشأ محكمة الجناية الدولية. بمعنى أوضح أن مجلس الأمن يستطيع أن يحيل مرتكبي الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية بقرار تحت الفصل السابع، والإحالة هو قرار إجرائي لا يحتاج سوى إلى موافقة 9 أعضاء، ولا يوجد فيه ما يسمى النقض الفيدو. هذا أولا، بمعنى أن مجلس الأمن يخالف قراراته ويخالف الآلية التي كرسها ميثاق الأمم المتحدة. ثانيا، الآلية أيضا موجودة في المحكمة الجنائية الدولية التي أنشأها نظام روما، وتحديدا الفقرة الثالثة من المادة 13 من نظام روما التي تنص على أنه يجوز للمدعي العام أن يباشر تحقيقات من تلقاء نفسه حتى ولو لم تكن الدولة موقعة على اتفاقية روما أو لو لم يكن هناك إحالة مجلس أمن. لذلك القول بأن يعني البحث عن آلية، أنا أعتقد هي لغة سياسية بعيدة كل البعد عن اللغة القانونية. بمعنى أوضح يعني هذا ما يتعلق اليوم بالمحكمة الجنائية الدولية كما فهمت منك سيد حمادة، لكن ماذا عن المحاكم المحلية؟ يعني أقيمت مجموعة من الدعاوى سواء في فرنسا أو في ألمانيا، أو يعني هاتين البلدين اللتين اشتهرت ربما الدعاوى التي أقيمت فيهما، وتم الاعتماد على ادعاء شخصي، وتم أيضا توجيه الاتهامات إلى أشخاص بعينهم يعني ليس إلى طرف مثل النظام. إلى أي مدى لازال اللاجئون قادرين على إقامة هذا النوع من الدعاوى، وإلى أي مدى تتفاعل أيضا المحكمات الأوروبية في النظر فيها؟ المحاكم الدول الاتحاد الأوروبي وتحديدا ألمانيا والنمسا والسويد وحتى فرنسا، وأعتقد هناك بعض الدول ستنهج هذا النهج، أي تعتمد مبدأ القضاء العالمي، الولاية القضائية للقضاء. هذه الولاية جاءت ردا على الولاية السياسية، بمعنى القضاء يطبق لغة قانونية، جاء ردا على اللغة السياسية التي يتعامل معها المجتمع الدولي. وبالتالي هذا القضاء يستطيع من خلال هذه الولاية القضاء أن يضع يده على الدعوة ويباشر تحقيق من خلال الملفات القائمة التي تلينه، حتى ولو لم يكن المجنى عليه أو المدعى عليه من رعاياها، أو لو لم تكن الجريمة واقعة على أراضيها. وبالتالي فإن هذا القضاء أعتقد سيكون له دور فاعل باعتماده مبدأ الولاية القضائية، وسيساهم في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والفظاعات في سوريا، وسيحد من هذا من تمادي هذا النظام في إجرامه. هكذا أعتقد. نعم. سيد عبد الغني، يعني كنا نتحدث عن عمل الآلية الدولية وبأنها تقوم بتحضير ملفات كاملة وجاهزة للتقدم إلى القضاء، طب هل هناك تواصل بين هذه الآلية وبين المحاكم الأوروبية التي قد تكون بالفعل مهتمة أو يجري فيها رفع هذا النوع من الدعاوي؟ طبعا هناك تواصل كبير، بحسب ما أطلعتني عليه رئيسة آلية التحقيق الدولية المستقلة، وهي على تواصل مع المدعين العامين في كل من فرنسا وألمانيا
بلجيكا، السويد، والنمسا، وإسبانيا وغيرها. وبالمناسبة فإن اختصاص القضاء العالمي من دولة إلى أخرى هو يختلف، وكل دولة، لأنه هذا نظام محلي لهي الدولة. مثلا فرنسا تشترط أن يكون المجرمين عراضيها، ألمانيا لا تشترط، وهذا تمييز بسيط، لكن هناك الموضوع أعقد من ذلك. لهيك مثلا الادعاء العام الألماني أصدر مذكرة اعتقال بحق جميل حسن وبحق إبراهيم حسين كما أعتقد. وقت جميل حسن سافر على لبنان، الادعاء العام الألماني طالب الحكومة اللبنانية أن تسلمه. هلأ الحكومة اللبنانية ما سلمته، بس هذا يعتبر مروق من القانون الدولي، وهون السلطات الألمانية ما فيها تتدخل، لأنه هي ملزمة بتطبيق ما يصدر عن الادعاء العام. ومن هون بتجي هي أهمية هاي الدعاوي، لأنه هي ما رح تسقط يعني إلى أبد الآبدين، رح يبقى ملاحق، وما في إنه قرار سياسي إنه هو بأسقطها حتى يتم تطبيقها. ومن هون بيجي أيضا أهمية دعم آلية التحقيق الدولية، لأنه هاي الآلية وجودها هو دعم لمسار المحاسبة بسوريا، لأنه هي مستقبلا عم تعد هاي الملفات. فهون بيصير في خطاب للحقوقيين السوريين وحتى الدوليين إنه هاي صار عندها ملفات، وهي أعلنت إنه هي قضيتين على وشك أنه تعلن عنهم بتقريرها الثاني، هي آلية أصدرت تقريرين. وبالتالي هون بيصير في ضغط أكبر على الدول لإنشاء محكمة خاصة لسوريا وإعطائها ولاية قضائية، أو إنشاء شكل من أشكال المحاسبة. وجود الآلية ودعمها هو أمر محوري بمسار المحاسبة الطويل، هو سيف مسلط بشكل أساسي على النظام السوري وعلى روسيا، لأنه هدول الجهتين وإيران طبعا هدول الجهات هن الأكثر ارتكابا للجرائم بسوريا، وبالتالي بالنسبة والتناسب هن المرشحين الأكبر أنه هن يكونوا من ضمن القضايا اللي بدها تختارهم الآلية. يعني إذا نحن بدنا نحط، ممكن نقول أنه 80 قضية بتطلع على النظام وعلى روسيا وعلى إيران، و20 قضية بتطلع ضد البقايا كلياتهم اللي هن المعارضة وداعش والنصرة وأيضا القوات الكردية، هي لأنه هيك نسبة الجرائم اللي ارتكبت على الأراضي السورية. وأيضا النظام السوري هو نظام مركزي، وبالتالي في هيكلية تراتبية بإعطاء الأوامر، وبالتالي هذا بيدينه بشكل أكبر من مجموعات متفرقة. سيد حمادة، يعني الدعوة ضد المسؤولين عن التعذيب والتي ظهرت خلال الآونة الأخيرة كان فيها مجموعة من العوامل، يعني الادعاء حمل صفة ادعاء شخصي وكان من قبل مواطنين في هذه الدول، يعني الشخص المتقدم بالدعوة كان فرنسيا في فرنسا وألمانيا ربما أيضا في ألمانيا، وكان هناك عوامل أخرى، وجود مثلا المشتبه به أيضا على أرض هذه الدولة. هذه العوامل أليس من الصعب أن تجتمع اليوم في شخص واحد حتى يستطيع ربما الحصول على العدالة عن طريق محكمة الدولة التي يجلس فيها؟ بالحقيقة أنا أعتقد بما أن ما عرضه الأستاذ فضل دقيق، هناك بعض الفوارق بين المحاكم سواء في دول الاتحاد الأوروبي التي أخذت بمبدأ الولاية القضائية العالمية، لكن هذه الفروق انا اعتقد في يعني في صدد توحيدها، بحيث الهدف هو عدم افلات مرتكبي هذه الفظاعات من العقاب، لان مرتكبي هذه الجرائم يشكلون ليس خطرا على الشعب السوري وانما على الانسانيه جمعاء، وبالتالي العداله تابى ان يفلت هؤلاء المجرمين من العقاب. وبالتالي اعتقد بأن هناك نوع من التنسيق الذي يمكن أن يحصل بين تلك قضاء تلك الدول لملحق هذه المجرمة. أما ما يقال عن آلية، دعينا نوضح مسألة، يعني لا شك ما قامت به الشبكة الحقوقية برئاسة الأستاذ فضل عبد الغني عمل كبير وكبير جدا ويستحق الاحترام، وهو فيه توثيق كبير لجرائم ارتكبت في سوريا بحق الشعب السوري. هذه الجرائم يمكن إحالتها إلى القضاء. القضاء أمامه أمرين، الأمر الأول هو التحقيق الأولي من خلال النيابة العامة أو التحقيق، ومن ثم التحقيق النهائي أمام محكمة الجنايات، بمعنى أن هذه الأدلة والوقائع التي أثبتتها تلك الجهات الوطنية يجب أن تحال إلى المحاكم وليس إلى جهات أخرى تحت عنوان أن نبتدع ما يسمى آلية تحقيق. فبالتالي أنا أعتقد هذه الآلية يعني يجب أن تكون هي
للنصوص عنها بقوانين تلك الدول. هناك مؤسسات قضائية. يعني أنا أعتقد هذا الأمر يحتاج إلى وقفه وإلى تعاطي بشكل مختلف. هل يمكن أن تنظر هذه المحاكم في دعاوى ترفع عن طريق جهات مثل شبكات توثيق أو ما إلى هنالك وتتحدث في حق عام، يعني في حق مثلا شعب السوري أو الموجودين في منطقة معينة تم قصفها، أم يجب يعني بالنسبة لمحاكم هذه الدول أن يتم بناء على ادعاء أحد الأشخاص؟ علينا أن نفرق بين ثلاث حالات. الحالة الأولى هي الإخبار، والحالة الثانية هي الشكوى، والحالة الثالثة هي الادعاء الشخصي. هذه المسائل، الإخبار بمجرد أن يعلم المدعي العام في أي قضاء بارتكاب هكذا جريمة عليه أن يتحرى عن الأدلة وأن يسمع ويقوم بجمع أدلتها. وحتى الشكوى التي يتقدم فيها المواطن يمكن أن يستقبلها المدعي العام ويباشر تحقيق فيها. وأيضا الادعاء الشخصي بمعنى آخر أوضح أن القضاء يستطيع أن يباشر أو يضع يده على هذه الملفات بمجرد إحالتها من الجهة الوطنية الموثقة ويباشر تحقيق ودون ادعاء سيد بمجرد ما وصلت هذه الملفات. نعم، يعني بالنظر إلى ما تحدثنا عنه، هل هناك عدد كافي من السوريين اليوم يستطيعون الوصول ربما لجهات قد يمكنها تقديم يد المساعدة لهم في رفع دعاوي؟ وهل هناك رغبة لدى أعداد كافية من اللاجئين للتقدم بدعاوى من هذا النوع؟ أو حتى الشهادة، يعني حتى الشهادة في عمليات التوثيق؟ يعني أول شيء هي نعم، الدعاوى هي صار لها من 2015 عم تصدر، وصدر أحكام بعدد كبير من القضايا بالسويد وبغيرها من الدول، لكن أكبر كم هو كان بالسويد حقيقة، وليست يعني العام الماضي، وحتى هي بال 2015 هي متأخرة، لأنه اتفاقيات جنيف هي تلزم الدول اللي عندها الولاية القضائية على مين أنه هي تفعل هاي الولاية لمحاربة الجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، أو يسمى الجرائم الخطيرة وجرائم الإبادة، لأنه هاي هي ضد جوهر الإنسانية. يعني المدعين العامين لازم يكون أصلا بهي الدول يكون عندهم إمكانيات أكبر وأوسع. أما من ناحية أنه اللاجئين السوريين، ففي لاجئين لحد هلا مترددين انه هن يرفعوا ويروحوا على المدعين العامين. نعم، في مؤسسات سوريه وعم تتعاون مع مؤسسات اوروبيه وصارت معروفه ومشهوره بالاعلام، ونحن فينا نساعد بهذا المجال لحتى لتوصلهم للمدعي العام، وهذا دور ودور المنظمات الحقوقيه الوطنيه السوريه ودور المحامين السوريين. ونحن بنشجع كل اللاجئين، لانه بناء قضيه جنائيه هو مختلف عن عمليات التوثيق، بحاجة إلى نمط آخر من الأدلة ونمط آخر من الشهادات ومن سلسلة العهدة وما إلى ذلك من التفاصيل. ولهيك التعاون مع الآلية ومع خبراء جنائيين بين منظمات الحقوقية، حتى لجنة التحقيق الدولية اللي هي أنشأ مجلس حقوق الإنسان من 2011 هي ما حققت بمستوى جنائي. الآلية هون مثل ما قلت عم تحقق بمستوى جنائي، وهذا التمييز هو أمر غاية في الأهمية. ولهيك هي بدها تجمع أكبر قدر ممكن من الأدلة ومن الوثائق حتى لتبني ملف جنائي جاهز لتقديمه للمدعي العام، والمدعي العام ما رح يضيع وقت أنه هو يتحقق من هاي الأمور أو يجمعها أو يحللها. هاي الأمور جاهزة لعنده محللة خالصة. طيب يعني إذا بقي الوصول حتى هو يصدر الحكم، وهذا هو الهدف الأساسي من الآلية. إذا بقي الوصول إلى محكمة الجنايات الدولية متعذرا بسبب الفيتو الروسي في مجلس الأمن، هل هناك أي أمل اليوم يعني إن صح التعبير لدى السوريين لإنشاء ربما محكمة خاصة تعنى بالقضية السورية والجرائم التي ترتبت عليها جرائم النظام؟ يعني هذا هو السؤال الأساسي والمحوري، لأنه المجتمع الدولي لا يمكن أن يترك كل هذا الكم الهائل من الجرائم بدون محكمة. يعني المحاكم الأوروبية على أهميتها والادعاء هو حجم محدود، لأنه هذا ادعاء عام مثل ما قلت وطني مختص، وأيضا أدمن إجاء من ملفات من سوريا فهو عنده سقف معين بحسن يتعامل معه. لكن محكمة خاصة بقضاء وبتمويل من الأمم المتحدة عم نحكي عن ملايين من الدولارات، فبيكون إمكانياتها أوسع، وهون بتحاكم بعدد أكبر.
وحتى الآلية التحقيق هي ما بس بدها تحاكم بشكل فردي، لا هي ممكن تحاكم، وهي نقطة مهمة أغفلت الإشارة إلها، ممكن تتهم بجريمة معينة، يعني تقول النظام مارس التعذيب وهي جريمة ضد الإنسانية، وبالتالي يكون في إدانة للنظام ككل أو للي هن جزء من النظام اللي مارسوا عملية التعذيب، أو تتهمه بجريمة التشريد القسري جريمة ضد الإنسانية، وبالتالي تتهم النظام بهذا النمط من الجريمة. وأنا بدي أقول مثل إنه الاختصاص القضائي الأوروبي هو محدود، لا، ونحن طلبنا أنه يكون في محكمة خاصة، وهذا اللي لازم يصير حقيقة بسوريا، لأنه في كل هالكم الهائل من التوثيقات، وهلأ صار في آلية تحقيق عم تحقق بشكل جنائي ولديها عدد كبير من الملفات، وصار محضرة قضايا حتى. سيد حمادة، يعني أختم معك بهذا السؤال، يعني هناك جانب من المجتمع الدولي اليوم يحاول الدفع، يعني دفع المسار السياسي أكثر بسوريا، لا سيما مسار جنيف ومحاولة العودة إليه وما إلى هنالك، هذه الرغبة في تنشيط المسار السياسي هل من الممكن أن تؤثر على سير هذه المحاكمات، أو حتى على يعني تفاعل بعض الدول وقضاء هذه الدول في رفع قضايا كهذه؟ أنا أعتقد بأنها ممكن أن تكون جزء من مسار جنيف، بمعنى الحل السياسي يجب أن يبدأ بتطبيق مبدأ العدالة والمحاسبة لكل من ارتكب حق الشعب السوري، لأن تطبيق مبدأ العدالة والمحاسبة يؤدي إلى استقرار المجتمع وهدوء المجتمع، وبالتالي يمكن أن يمهد لعملية انتقال سياسي سلسة، بحيث يعني ما يسمى في علم القانون هي تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية التي تصب النفوس وتهدئ النفوس وتؤمن استقرار مجتمعي. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذا المبدأ يجب أن يكون جزءا مكملا لمسار جنيف واحد. نعم، أشكرك شكرا جزيلا رئيس المركز السوري للدراسات الحقوقية حسين حمادة، كنت معنا عبر سكايب من ألمانيا، وشكر موصول لك أيضا فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من الدوحة. مشاهدي